مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد مع اللوتو اللبناني. وين ما كنتوا بالعالم فيكم شاركوا مع اللوتو اللبناني، كنتوا بلبنان، كنتوا بسوريا، كنتوا بايران، وين ما كنتوا بالعالم بتفوتوا على www.lldj.com وبتشاركوا مع اللوتو، او تتلعبوا بتفوتوا على www.playlebanon.com واكيد فيكم تشاركوا وتلعبوا 6 ارقام 7 ارقام 8 ارقام 9 ارقام 10 ارقام 11 رقم و12 رقم، وهالاوبشنتين الاخيرتين يعني ال11 و12 ما بتلاقون الا على الموقع. فيكم طبعا تلعبوا لوتو على السيلير، وفيكم تلعبوا لوتو بكل المراكز، وفيكم تلعبوا لوتو اللي بتلاقوهم على الطرقات مع البيعه اليانصيب الموزعه بكل لبنان، واكيد لازم تحضرونا. اليوم عندنا سحب جديد، اليوم الجائزه الاولى لليوم الاثنين 7/11/2016 تعدت 3 مليار و300 مليون، يعني صافي عندكم جائزه مليونين دولار. بالنسبه ل المرتبة الثانية بما أنهم ربحت مرة الماضي، عم نحكي عن جائزة قيمتها أكثر من 120 مليون إذا مش 150 مليون. أما بالنسبة لزيد عم نحكي عن جائزة سبيسيال، سحب سبيسيال، قيمة الجائزة 75 مليون ليرة، المرتبة الثانية الثالثة والرابعة بيتضاعفوا أرقامها. اليوم السحب رقم 1455. قبل ما نروح إلى سحبنا أكيد بنقول بونسوار للست تيريز مسلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وصحوبات اللوتو اللبناني. أهلا وسهلا فيك مدام سلم. إلى مكانة اللوتو مع سحب جديد. منبلش مباشرة مع أول طابة. أول طابة 20. عشرين 24. فان 24. 21. 21. الطابة الرابعة رقم 31. 21. 20 21 24 31 16 الطابة السادسة رقم 30 31 20 21 16، والطابة الأخيرة رح تحمل الرقم 39 وهي الطابة الإضافية لجائزة المرتبة الثانية. وهيك بيكونوا اكتملوا الطابات السبعة، ست طابات أساسيات وطابة واحدة إضافية بتخولكم تربحوا جائزة المرتبة الثانية. منشوف كمان وراي الطابات على الشاشه لحتى يبقى عنا لعبه زيد اللي اكيد بترافق صحوبات اللوتو اللبناني. اذا لاعبين لوتو فيكم شاركوا بزيد، بس اذا لاعبين زيد ما فيكم تلعبوا. اذا لاعبين لوتو ما فيكم، لحظه، اذا لاعبين لوتو فيكم تلعبوا زيد، بس اذا مش لاعبين لوتو ما فيكم تلعبوا زيد. هيدي هي الى ما كانت زيد مع صاحبه جديد 1455. ضبطت معي ما هيك؟ آخر شيء؟ جود. أول طابة تحمل الرقم 6 6. الطابة الثانية رقم 2. الطابة الثالثة رقم 1 6 2. الطابة الرابعة رقم 0. وبيبقى عنا طابة واحدة بس تحمل الرقم كمان صفر. اف، يمكن هيدي المرة الأولى اللي بيجوا صفرين ورا بعضهم. 00 126 00 126. بعد البريك نرجع معنا نتائجنا اللوتو وزيد. انطرونا.
عم نتحمل. هي قال هيك حطكم يعني شايف الدنيا بنطيزهم. هلا انا عم صلي من جوا لقي له شيء وحده ما يرد علي. ايه يا ريت بينغرم هلا بنطيزه. مرات لصاحبه ثاني بعث له شيء وحده نحن عليه. يلا زيها جبوره شوي. أنا؟ آه تريس. هي دخلك مرة الماضي مين طلع؟ آه فريد فات راسه. أنت كنت هون؟ فريد طلع مرتين على الهوا راسه. هيك قرعته كل راسه كله. نرجع معكم لحتى نتابع اللوتو اللبناني مباشرة على الهواء. الوقت السريع يلي عنا إياه أنجا نلحق نشوف التابلو، بس قبل أكيد ست تريز رح تذكرنا بأرقام الطبل. تفضلي تريز. صاحب لوتو رقم 1455 لليوم الاثنين 7/11/2016. الأرقام الرابحة 20 24 21 31 16 30، والطابة السابعة الإضافية 39. اليوم الأربعينات ما بينوا هالطابات الأوريجينال، ربحوا الجائزة الأولى أو لا؟ تابلو صار حاضر، مرتبة أولى، ثانية كمان ما انربحت بس الربح دائما موجود، مليونين ليرة بيربحوهم أكثر من 30 شبكة، أكثر من 1170 شبكة بيربحوا أكثر من 55,000 و 18,266 بيربحوا 8,000. أما بالنسبة لزيد، تفضلي ست تريز. صاحب زيد رقم 1455 لليوم الاثنين 7/11/2016، الرقم الرابح 00126. رقم أوريجينال، كمان المكنة نقته أو ما نقته، في عنا رابح مرتبة أولى أو لا؟ ما عنا رابح مرتبة أولى سبيسيال بعدها لنهار الخميس.
الورقة بتنتهي بالرقم 0126 بتربح 900,000 126,90 و 26,8,000. بما أنه الجائزة اليوم من ربحت بيزيد نهار الخميس بتكون 75 مليون ليرة. المرتبة الأولى باللوتو 3.5 مليار. نعم. المرتبة الثانية باللوتو أكثر من 200 مليون. صحيح. مرسي لك، انتهى وقتنا، انطرونا إذا الله راد الخميس وكونوا كتار. باي.